أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العزة والقدرة والهيبة والجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله، صفيه وخليله، حبيبه ومصطفاه، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله خير ما جزى نبيًا عن أمته. اللهم صلِّ وسلِّم على محمدٍ وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ولله شرفت بضن وحافر حدي أمرك هرين إذن كسر سلام قال له قيم بضن سلامة الضبصة مدوشه إلهي نغسو هديي سلامة النبت قليدة نحريست إيا بركدة سلامة أهل الجنة تحي وتحيتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى سقائم بضن مهتسن نمعوين تربضا بويبا وقدق جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غير أبال بضن بو رب النوغل سبحانه وتعالى وأن وناجي إلهي سبحانه وتعالى أننا وحنا لقرب مركة إنا وناكسنا أنه وحينا لا أبو ري يا هدف كينا لا أبو ري إنا نحقيتش أنه عبادينا لنما أنه عمل كيس الصوبانة سحنة وناكسنا كد دال أنه ويا وحر ربي سبحانه وتعالى ودنيا أنه كيني إلهي سبحانه وتعالى قرآن كبوحوكويري الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إبويني ومتك أبو ريجيري نورالبا الذي خلق الموت والحياة سبب ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن كان لإذن جربايا إذن كان لإذن امتحامايا مركز وحال فيرينايا كينا إذن كوكو عمل وناكسن إبنا ومت أتكام بدنا أتكادا أدومدنا أدن بالدافد بدن سبحانه وتعالى وهو العزيز الغفور. هدان مؤمنين نهي وحن رميسن نهي أدون كننا المالين كتجي دونه إله وين واحد كأه بقر كأه وحو البن له هنتين أنه رستاقي دونه قفك هدبه رستاق إلهي لكل كيسا دنين آية وحلو غبا هنهي عمل كيسين هداجيه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. عمل وناكسن هل يماتوا ما أنت إسوناكي إسهاجاتي إستوسي مالك إلهي سبحانه وتعالى أديكنا هرتكتو سيوناك سنة واللغو قابلايا هرستاق وناك سنة إلهي وهرستاق إساء والولي أرققح انتبع اللهي. إلهي سبحانه وتعالى الدوما دو وعد يا أرنتا عملك وناك سنة كلية إنو يهي وحلغو بدبادا مالك قيامنا أدونك وكنا بدقلايو الدنيا هدين لتشوغنا وكبر وقوبايو. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى مع قعقة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قفك وحو لي هي كلية وحاو شقيستي وأن سعيه سوف يرى وأن أركي دونا وأن اللوتشي دا وأن لغور هيا إلهي من غافلة وأن دوما كور هين ماها وكور هيا سبحانه وتعالى. وما الله بغافل عما تعملون كد من محاحق مركع عمل كاغل أركوه ثم يجزاه الجزاء الأوفى. أبا المرنت هذا السنة بالوقوع في نهاية مركع أرنت إن عمل أوياهي وحا بن آدم كوكش وكبت باداي وحا أوليهي كلينا وعمل يهي كتبته هرحتا ويكتا ليو. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى كتبتي صحفتي نبي إبراهيم موسى بل وسودتي عليهما وعلى نبينا صلاة والسلام يا قرآن كسوبناها بل وسودي بي صلى الله عليه وسلم أرنتا ويكعدها وعمل الدنيا نلو ناكسنا دان ربطه ومد قفل بأوكو فكره قفل بناسيزو كو قاري لها وكو دداله ليبان إنو هلو برواقين إنو قارو سعادة إنو هلو ميلسن إنو كدن بيو
wax wanaagsanna uu helo adduun markii la joogo waxa aad ku gaadhaysaa waxaa kow ka ah rabbiga inaad raalli geliso maxaa jira asagaa adduuniyo aakharaba iska leh وأن لنا للآخرة والأولى مركز إلهي قفك عمل كيسا ونكسن نرى ونكسن أبلا قادو يري من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وحن نولينا إنا نرى ونكسن عمل ونكسن وصحن وصوبا قفك إلا جهلو أسوق ربك الرمي رسول الراعي الرات قادي صلى الله عليه وسلم عمل ونكسن هدو إنتا قدر الرمين تأي إسدي بدا نولل وناك سنبان نولين النبو إله إليه سبحانه وتعالى الرقي يدو مركود دول غفقا سيها النقضو الدنيا ده مركز سعادة ده يلي بانتا بدبادة ده برواقة ده وحا أتكو هانا نيسو أما أتكو هليسو وعملك وناك سنبي آخرة هدين لتغنى وحان رمي سنة هاي چنة إليه چرتو قفو البنى ميشا وناك سن إنو كدن بي يؤوش عليها رحمة إلهي ميلي كدن ما يسترانتها وإن بدقلية كدن ما يسترانتها أي برواقة كلنا تاعي أو علاد يا عريري يا عذر يا عباد منا اللهي ميل دقن أو هفن أو هجاكسن إلهي سبحانه وتعالى وهو ماشى وقلت على قلي أنت عملك وناكسن التي مادة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا جنة الفردوس أو صوبناها يري صلى الله عليه وسلم هداد إلهي ويدي سنة إسان كرنو فردوس ويديستو يري صوبناها عليه الصلاة والسلام محال وقارا إيمان صحيح وعمل صالح إيمان توصنو أنصحي يا عمل وناكسا وربي قيل أرالك يا هي سبحانه وتعالى هدي جنة إلا قلنا وددك اللي بانان وحايكو كلا سرينا يا ويكون كالتغا يا نوام حي وعمل كاسواي ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون ويكون كالسريان ودرجات كود كوكا الدويين ويكون كالتغا يا نوام حي مما عملوا وحي اي شقيستان يا عمل كي لي ما دين درتي بيكون كالسريان بو الهي نبرايا سبحانه وتعالى وعمل كامرك معيارك ولذلك النبي يقول عليه الصلاة والسلام إلهي ما في ريو شركي إنه يمد بدي إنه رواية كالواعي قدرت حوله إنه إلهي سبحانه وتعالى كل يوعو في ريا إلى قلوبكم وأعمالكم قلوبتي إنما حادقي قلوبتي إنما حاكتشرة ما داعد نمية درء الله كبوح ذا ما دين دنيني هقان سلام با كبوح ذا مثل ديعيد ديام وحوشي ديال ديعي با كبوح ذا الدنيا ليس راعية وآخر الله المعيبة كبوح ذا إيمان مياه كبوحة مثل وحان إيمان أهيم باكوشرة ولذلك صحابة يراهلين أبو بكر وحن نغطع في وحقل بقي سدقي رضي الله عنه وأرضاه وحقل بقي سدقي إلهي مرك عمل قابو في رنايا قلبي قابو في رنايا مذب كاغا دن كماله شركاغا قابكو ياهي دن كماله حراغا ترب النظر ذي يرانتو دن كماله وعمل كامعيار كي وحل في رنايو وحا الدومدان اللغو كلاس الرئيسين ايو اللغو كلاس سرعي وعمل كاس كليوي عمل كاس كليوي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نوتر دار من عمل كاين انكو دادالو ولما عمل كمر كان كود دالين أنا آداب تيسا آل إلى النو وحا كم إذا آداب تيسا إخلاص كيسا إنا دهاجات يسو أدو كود دالا يا إخلاص كنا عمل كاين قريسا إسكودي أديجي أبها كليها إذا كان حي عملك سر بينك وبين الله سريرة صالحة عمل سرة وهذه الرب قايل كده حياة وأوك إسن كور هين محاشرة هذه قابل مرين إلهي بات كربتها شن إلهي بات كربتها ليبان إلهي بات كربتها برواق إلهي بات كربتها نحريس يرى لأعشي الرحمة سقط كربتها إنه كقول يا سقط كربتها ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم قفكي أو ذيدين كيدين كمدة عمل أقرصون إنه ياشو ولا لو وين إلهي كل يوجه سبحانه وتعالى هيرو وعمل كيسة هقر صدو لي صوبنا صلوات ربي وسلامه عليه حديث قدسي قنوا كي أها صدو النبي قولي صلى الله عليه وسلم إلهي رويري يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم هو فيها إياكم وأنا عماشي إن وحكا لما أها وحل إذين أرورنا أيوه
oo maanta la idiin qorayo oo liiska idiin galaya oo sijilka idiin galaya waa acmaashiina, wax kale ma aha. maalinka qiyaamana ayagaa la idiin oofin doonaa, dhulmina lama socdo. faman yacmal min asaalixaati wahuwa mu'minu falaa yakhaafu dhulman walaa hama. qofkii camal wanaagsan sameeya asagoo mu'min ah laba midba ka baqi maayo, yidhi ilaahay subxaana wa tacaala. in la dulmiyo oo wuxuusan samayn dusha laga saaro ama in la duudsiiyo xaqii uu lahaa iyo wixii uu shaqaystay, ilaahayna wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid, mid addoommada dulmiya ma aha. waa camalkaa marka waxaa laisku dhaafay wanaagsan weeye, waxaa camalkaa ka soo haray ee bini aadamku wax ku qiimeeyo, jaga hadday tahay, xooliya xil hadday yihiin, ubad badan hadday yihiin, nasabad hadday tahay, haddaan diin iyo camal la raacin ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala waxba kama aha. ilaahay subxaanahu wa tacaala qulya gaalada ka mid a buu qur-aanka noogu sheegayoo yidhi, waqaaluu naxnu akharu amwaalan wa awlaadan wamaa naxnu bimucadabiin qul ina rabbii yabsutu rizqa liman yashaau wayaqdir walakina akthara annaasi laa yaclamuun wamaa amwaalukum ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وحي إلى هذين قبض بضلنا والين نحي حولنا والين نحي محاكم محامرك هدي تاشرته نلا عذاب ما يمرك وما نحن بمعذبين. waxaa la yidhi waxaa u sheegtaa way ka khaldantay suubmanow calayhi salaatu wasalaam, ilaahay baa risqiga ciduu doonana u waasiciya, kuu doonana ku cidhiidhiya, waxbana kuma xidhnataa. dadka badankood se war uma hayaan, war xoolihiinna aad sheeganaysaan iyo ubadkan aad shafka u garaacanaysaan ood ku faanaysaan kuwa nookiin soo dhoweynaya ma aha. waxa uu noo soo dhow man aamana wa camila saalixa, qofkii iimaan laga helay, camal wanaagsanna laga helay. فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. أبل مرين تضوى إن الله بلا والله بديو أبل مرين وين بي ليهين قريها تشنادا يديغان كتشنادنا أيها كنا بدقل دون مالك قيامة وعمل كمرك وحن كلا وحبا تاري مايا وكوش الله دون آوي وحيجي حوليجي آوي حلكيجي آوي ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا aawi wixii aan hayay markaan adduunya joogay, wixii aan dadka maxay ahayday ku harowsan jiray, oon dadka ugu faani jiray, oon wax moodi jiray, aaway waxba uma tarin, waxbana ima tarin, xilkaygiina maanta maba hayaba. maxaa xiga marka khuduuhu faquluu, xilkaasiyo xoolahaasu isku haleeyey, xaq rabbina uma jeesan, xaqna kuma dadaalin, asagana maanta xadhig inta lagu xidha hala jiido, uma aljaxiima salluu, jahannamana afka ha loo geliyo. ilaahay annagii inta muslimataaha nagu koriyo. waxba uma tarin xoolihiisii markaa, waxba uma tarin. wamaa yugnii canhu maaluhu idaa taraddaa, marka uu sii hoogaayo oo uu halaagsamaayo oo uu meel dariya jahannama ku hoobanaayo, xoolihiisa maxay ka deeqi karaan? waa waxba camal hadduusan la iman ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala caafiyada isagana uma taallo. waa camalkaa hadda marka nebiguna calayhi salaatu wasalaam taa waana baray, nasabad iyo xoola iyo xil iyo magac iyo inaysan waxba tarin. quraysh buu la hadlay nebiga calayhi salaatu wasalaam, qabiilka guud buu la hadlay, markaasuu reer reer iyo jife jife ula hadlay, markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam qaraabadiisii kuwii dad u xigay la hadlay, yaa macshara quraysh ishtaruu anfusakum min annaar laa ughni cankum min allaahi shay-a. ufiirsa xadiiskaas, aayadaha qur-aanka iyo axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam, qalbiga inaad ku dhegaysato ay kuu dhadhamaan baa la rabaa, dhagaha keliya lama rabo. khayru khalqi illah wey nebiga calayhi salaatu wasalaam, shafaacada weyn maalinka qiyaama midka iskale wey suubanaha calayhi salaatu wasalaam. inta dad ilaahay uu abuuray kii ugu karaama badnaa weeye, dad kuwii ugu dhowaa buu nebigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam, war naftiinna naar ka xoreeya waxba idinma tari karo. qurayshe ree bani cabdimanaafo waxba idinma tari karo, camal yeesha oo camal suuban la imaada, cabbaasow adeerkay baa tahay laakiin waxba kuuma qaban karo, safiyaay eedaday baa tahay waxba kuuma qaban karo. faadima rasuul sal alay slam buu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, xoolahayga waxaad doonta i weydiiso, laakiin ilaahay agtiisa aniga waxba kuuma tari karo. faadima waxba kuuma qaban karo, waa camalkaa haddaba marka. walidaalika markay tala ku caddaato oo ilaahay subxaanahu wa tacaala hortagaan meel daran iyo jahannamona ku dambeeyaan daalimiinta,
waxaa kaliya ay ku taami doonaan oo ay tabi doonaan oo ay dooni doonaan in fursad loo siiyo waa maxay? Waa in camal wanaagsan ay la yimaadaan oo adduunya dib loogu soo celiyo. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين مركي لسود الجوجيو ويهبالوا أركان حقيقة وأركان واجبا كبري وحكا قرصون مركا ملح محاي مركا دلبضان دمداه ميا نحريس ميا ما يوائن فرصة كالالسيو يا ليتنا نرد الله شاء الله يتدني يقوم ما أنت نوت علي ما نلعليو حقي أدويو محاشرة هذا نساقاشرين عمل وناكسرنا الله إيمانينا بركي جهنم اللي قردنا وهم يصطرقون فيها وقوة عبادايا وليلاه نغسر وحي هران وحميني هذا نهاقاشرين مركا وحا صورنا وحا وحا قترايا وعمل ككلية عمل كاسكو أغو انت موشعين أغو شرفت نبتا يا أدويا دا يا آخرنا وعمل كاوناكسن كلية حولها iyo mansib kan iyo jagadan amal wanaagsan hadaan la raacin adduunyaha dii maalmo lagu wadwado xataa markaad ilaahay hor tagto subxaanahu wa ta'ala waxba kuu tari maayaan amalka wanaagsan iyo iimaanka hadii laga waayo yaa ayuha annaas inna khalaqnaakum min dhakarin wa untha wa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu inna akramakum cinda allaahi atqaakum ilaahay agtii waxa idinkugu karaamo badan إذن كو شرف بدن وشرفنا مدن كإذن كو الله كعبسك بدن بو إلهي إليه سبحانه وتعالى كإذن كو حولها بدن ماها كحل كوين هيا ماها أو لغهي بيستو لوهكتو كلان ديرها اسكو شيغ ماها إن أكرمكم عند الله أتقاكم شرفت واتعالى ولذلك مركي قريش نبي دكو إلادن عليه الصلاة والسلام وضياشو دي يدوبياش قريش markay ku yiraahdeen nabiga kaleey salaatu wasalaam wa kula fariisaneena waxaan aad sheegaysana waa dhageysaneena wacdigaaga waa weelayneena suubanow laakiin ragaan ku aqfadhiye ee bilaal iyo salmaan iyo ayagu markaa waa quursanayeen anagii ayaga isku madal fariisanmaynay isku meel ayaga cayri markaas aan soo fariisaneena waa ku dhageysaneena ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu suubanaha baray kaleey salaatu wasalaam cid walba oo weesiyay nimanka sida dhabta a sharafta u leh inay yihiin kuwa laga faanayo laleeyahay la fadhiisan mayno camal bayna ku gaareen wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilgadaati walcashiyi yuriiduuna wajhaha walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati اdunya naftaada ku sabirsii baa lali nabiga caleyhi salaatu wasalaam inaad la joogto ood la fadhido ood weheshato kuwa rabbigood baryaa وعبادستا عملك وناكسن كود دال هريا هبين با هوس هريا هوس دم با قلن هريا قلن دم با عبادة إلهي بيكون مشغول سنيهين سبحانه وتعالى ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا هكاكي سن كوا كوا ولغا هكاكي سن صوبان وعليه الصلاة والسلام شرف أيها عليه من آنم بهدو شرف ليه يهي أيها عليه عملك بينك وقاريني كوا أبوبا ليه صوبانها عليه الصلاة والسلام نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام markii asaas oo kale qoladii loo diray ayaguna ay ku yidhaahdeen wamaa naraaka ittabacaka ila aladiina hum araadiluna baadiya ara'yi nuuxow calayhi wacala nabiyina salaatu wasalaam waxaa uu ku raacay kuwa annaga noogu liitay yidhaahdeen kuwaan cayri annaga iyo ayaga isku meel fadhiisan mayno kibir baa ku jira ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu caddeeyey ragga sharafta leh inay ayaga yihiin in la cayriyana aysan mudnayn ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين ورهدان هو العيريو meeshaan u garbalaylin lahaa aan ku adkaado meeshaan soo dhaweyn lahaa aan fogeeyo meeshaan u naxariisan lahaa oon u dabacsanaan lahaa aan ayagii iska fogeeyo yaa ilaahay xaggiisa iga gargaaraya wayaa qowmi man yansurunii min allaahi in taradtuhum maweynan waan toobay maxaad halkaas ka dareentay nimankan ilaahay agtiisay sharaf ka leeyihiin
هدي أيق العيرينا إلهي بعيرك العيري الله عرونا يا سبحانه وتعالى معي بقار المركة شغب ما حرام ماها إيماني عمل ونكسر لي ما دينك ليوي وحل يسقط رافين واتا نبي عليه الصلاة والسلام قال إن ربكم واحد وإن أباكم واحد لا فضل لأعجمي على عربي ولا لعربي على أعجمي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى تقوى ذا أباد يسقط رافتين بولي صوبانها عليه الصلاة والسلام وحكى لما يأ وعطوك على تكتين وعطوك على شرف بدنته وعطوك على سريسان وعلى كعبس ذا بولي صوبانها عليه الصلاة والسلام إلا بالتقوى إلهي نتكعب ستو سبحانه وتعالى كليا ولذلك واحد وذكرنا إنسان قصة عان كي مشهور كا بلالي سلماني سهيب مركو سواد مري أبو سفيان وحي الأهلين ولما أنتو نكا نولي هاي سيفها سفي عن عدو إلهي ومي ينشقين أنتو ولما كان نولي هاي عدو يقولي واتشوغا أبو بكر وحكويري موضيقي قريشات يوغاس كودي با سيدا ليدهين وعلانت أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعد ذي بسوا بنها قارتي صلوات ربي وسلامه عليه أبو بكر بأو الرموي لساس سيد أهلين سلمانيو أنا غنى ساسا كتشا وابي نبي قول عليه الصلاة والسلام كما تأذو علوس أبو بكر نقل شيء انت قدم بيسان عبرضو وحلوك لتغين عمل كائنو يا عدي ريسا نبي قول عليه الصلاة والسلام أبو بكر ومديع كرتين تكعري سيسي رقا إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك هذا كعري سيسي أي بعد هذا القاقا إني كحنا قان هذه كان إلهي بات كعري سيسي الله الصعو بالويري رضي الله عنه وأرضاه هير كافير درجة دافيري أيها إلا ديبو ووحلا ييرو وهذا الموية حتى وحكا لبو سنجيسا وليبا شملير إلهي بات الله عرونا إلا إله دو waxay ku tusanaysaa maqaamka iyo booska ay joogan waxa ay ku gaareen wax kale ma ahane waa amal ka wanaagsan iyo hoggaansanka ilaahay uu hoggaansameen subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu abdullah ibn ummi maktum darti ba nabiga loo aananti salaatu rabbi wa salaamuhu alayhi asagoo madaxdi quraaysheed la fadhiya saxaabiga qiimaha badan ba yimi niman karu nabiga hanuunkooda aad u jeclaa waqti badan buu ku bixiyay ninkaana garaaci albaabku garaacay yeedidiisi loo dagtalaq looma siirin نو بنا حرسي دادال بيكاهي صلى الله عليه وسلم سورة عنانها سود دكتي ننك درتي وحلو عنانا يا وسحابي نمان كان لفر نيانا وضياشي قريشين محوك غسر مرو قرنافي شغو نيرا ما أهنه إلهي سبحانه وتعالى بقدوا إيماني عمل ونكسب ليمي شرفت واتاسا مرك وحلقية ومرك تقف كان في رسو إن أكت هذا أوسن قيمة بدن بكرهي هدو إرقية أن لقي إرقى أقبلين هدو واحد البدء آل لغييل قرياشا آل لغييل هدو مقايا هنا آم بل التبن تتكى وحبا أم أركان لكن إلهي أكتيس سبحانه وتعالى درجة أسر ريسوك لأيه النبي عليه الصلاة والسلام وحيد رب أشعث أغبر مدفوع في الأبواب لو أقسم على الله لأبر تربضنا أو بضنا مدبساسا أو بوريسا والباب هذا اللي حرته اللي عشوه رواية كلا واحد كدر تهذية البرين لما على الدوب وبباليو بيبو حريه إن ده هدد كبو حد مايو لكن لو أقسم على الله لا أبرا هدو إلهي قد نارته وحو قد نارتي إلهي وقد نبهر يا أبي رسولنا عليه الصلاة والسلام وأنا عمل كاونا أكسوي درتي شرفت هاي تعليك مركي فهمين دتك وانا أكسناها الدبا إن عمل كامل وقارو ويكود دالين وين أودك تهين عمل كان هناك سنبى كتر تمين إلهي سبحانه وتعالى معنا أمريدتك إني عمل كأودك دقاء وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين كتر تمين لي عمل كان هناك سن أنبيدي إلهي سبحانه وتعالى ساسي كتر تمي ترين ريزكري إلهي سبحانه وتعالى أماني وحاله كو أماني وحاكمدها إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين marka doogaatay marka amalka inuu yahay waxaad ku badbaadayso sida ayagu ugu degdegi jireen inaad ugu degdegtaa loo baahan yahay nabiga kaleey salaatu wasalaam waana amray amalka wanaagsan in loo dadaalo loona degdego maxaa jira meel isu soo jira lama oga ajashuna waa kooban tahay naftana waa lagu suray laguma siin mar lagaana noqon doonana ma garanaysin baadiru bil a'maal wa hadith madan nabiga kaleey alayhi salaatu wasalaam war amalka wanaagsan u degdega kula degdegu leeyso bana alayhi salaatu wasalaam
أسقانا دتك براي عمل كونكسن إن لو تدالو هبين بوصلاة ستاقا يسوبناها عليه الصلاة والسلام مركاسو أفرق عقودهود البقرة النساء آل عمران يؤخرنا يسوبناها صلوات ربي والسلام هو عليه أفرق عقودهود نبي قيامك استاقا يسلاة الليل عمل الكددال درتي إلا عقوها أي براراسو بناها صلوات ربي والسلام هو عليه علي بن أبي طالب وحوري مالينك هبينك بدر أنا قدوا الله ردي والله دالنا وحنك أهين سوبناها عليه الصلاة والسلام قائم يصلي تحت شجرة ويبكي حتى الصبح جيد هستي بتاعنا هي هبين كان النبي عليه الصلاة والسلام واتكنا يا وانا وينا يا إلا واجا وبر يسوب منا صلاة ربي والسلام عليه ومدي يسوب رأي عمل كان ونحسن الودة داله عمل كان ونحسن كلي إلى أنو رأيين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وكيري سدح شيء هدي سنشرين ما بتش على درد ويا در إلى جوبه إلهي درتي إن الودة قالما ونفي مال بانوهره يا هبينك صلاة الليل كي نقتك نادون إلهي بريون لخلود إلهي سبحانه وتعالى دتك وناكسن أو إلهي كحرم إنا لفريستو إنت أمبان الدنيا وتشوغا إنت مو عمل وناكسن عثمان بن عفان صلاة الليل كي تصيدو أبدنا قيام كي يسو أبدنا إلا مفسرين تقار سيد بن عباس رضي الله عنه وأرضاه مرقو فسره يا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ننكا هبينك تاغر الله أمانايو وعثمان بن عفان بن رضي الله عنه وأرضاه رواية قار وحي شغل هل هبين القرآن كل ما ينشرين أما قوى حلقية ما دام همدين عبادة إياراتي وحا سوق لإنا ننصورا أما سوريسا أما إيسان رسول قري كريم با هدي بالرواية دو أنصحضو ددال أمبي تصيني ساوي موجيني سا مصروق ابن أجدع هويني دو قبي وحي لا ذهي واغا مركو أبريو ما لو البواغ أبريو أسوى عبوها أي بررين بواغ أبريو شري من طول القيام سوذا هبين كده إلهي أورتاق مرنا قرآن وأخرنا مرنا الدعاء إلهي سجود وقبري هاي مرنا إلينتو أي وقو مرنيس مرنا وردقي الله وذي تسبيح ده وهايو بواقو وقبري هاي أنك سيدي واقو نوقبري هاي مرك حالكين وسيدي هاي ثابت البناني مرك كشي كينا يا نوحي إله هذا مرك واقو وقبري هاي ما أوسن أوذن أو نقاقو وصعدو إلا حوغها عقها لوري ريحو استاقي إلهي أهر استاقنا هبينك يوردبو كدالي dadka barka ala tartamayno ama arabna meesha ay tagen inaan tagno meesha ay tagen ilaahay idinki inaan tagno waa dadka hariya habeen cibaade ilaahay u taagan subhanahu wa ta'ala salaadoodana quruxsan tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala u hilooba anaga salaadeenu maanta waa isdhaafi nabiguna alayhi salatu wasalam wa arihna biha noogu raaxe abdullah ibn zubayr markuu qiyaamka u istaago kacbadu xaramku ku tukan jiray haduu rukuuco ama sujuudo qoolleyda xaramka ku degi jirtay محاشر التير تيرر كم تير تيرر كعبة كم إذا كلوها إصدق نقاش ملح كوري مركو صقره غير كيس وآموس الشرين هيبة واحتراما أي سنة كه بيسنايا صلاة مركو قلوا وأسكش كيس الشرين محاشرة وعيدي شنا ونقطع أيضا الله أكبر مره دويري ونقطع يا عبد الله بن الزبير نما هي استعارم كلو قلي أنا جانا صلاة ما كنا فكرنا يا وكل حصوص النهبة كلا دوانا هي مركا مركا ورك مرتدي سيا جب جبد وحوي فمن وجد خيرا فليحمد الله ونغسع عن حديث قدسك قفك خير إلهي أكتي سكهلا وشنئي برواقهلا إلهي ها أمه هدنقو وحاوكوها لينا وعملك ونأكسر ونقصر الشاكين إلهي أوافتي سبحانه وتعالى دبي سوق النقو مركا إس حسابي عمري قواسي صعدا سنة كي شلعي بالله ذي مانتا وعدمات كي هشري قواب عدمات كي كرنا واكسي قب قبو مالي والبو تكتنا أذيك هاقو أنتهي آخر السبب كان شغلنا موت فج أذوا بضنت هاي وحال الرب إن أدبر ركتو دبنا إسح حسابي سو حرير كادي الرب قايد كده حين أدبو أكتو عمل كان ونأكسنو لقولنا بتجلى يا أدوني آخرنا أتكد دهشو كل بدي إنت عسيج أكت هاي وحنق في ونفي شيطان رب الرسول عليه الصلاة والسلام بري بكيه وحن سحنا وإلهي وفجنت ساني أقول تيدي كرتدين ماها وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين نسألك اللهم رضاك وجنة الفردوس ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار وصلى الله على محمد وصحبه وآله والحمد لله رب العالمين وحن شعلها إلى الأمة هذا نقوه ولا له يغشر في كلمة المانتة
برنامج كان سو قبن قابي جزاكم الله خيرا انت سو حاضرتي دغيسنيسنا الى سبحانه وتعالى خير بدن هيدن سيو وبارك الله فيكم.